نشرة رئيسية مفصلة من الفضائيات التربوية. مساء الخير، البداية بالعناوين. الرئيس الأسد يشارك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع عمر بن الخطاب باللاذقية. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكرم الفائزين في معرض الباسل للإبداع والاختراع. الهلال الأحمر العربي السوري ينفذ حملات توعية للأطفال بمخلفات الحرب المنتشرة بريف درعا. أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل. شارك الرئيس بشار الأسد بالاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف اليوم إحياء لذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في رحاب جامع عمر بن الخطاب في مدينة اللاذقية، مؤديا صلاة الظهر مؤتما بفضيلة الشيخ الدكتور محمود حكيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأجمل منك يا سيدي يا رسول الله لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، وكأنك قد ولدت كما تشاء، حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بولادة الهادي محمد، سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد. اللهم صل على محمد وآله، وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته، وقرب وسيلته، وتوفنا على ملته، وخذ بنا منهاجه، واسلك بنا سبيله. اللهم وفق قائدنا سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، اللهم وآته من لدنك سلطانا مصيرا، وافتح له فتحا يسيرا. اللهم وأعنه بكرامتك، وأعزه بعزك، واشدد أزره، وقوي عضده، وداعه وراعه بعينيك،
واحمه بحمايتك وظله بظلك وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلب. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم انصر جيشنا وارحم الرئيس الخالد حافظ الأسد وارحم شهداءنا الأبرار واشفي جرحانا. وكل عام وقائدنا وأمتنا بألف خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أقيم حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين في الدورة 21 لمعرض الباسل للإبداع والاختراع، والذي نظمته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الداعمة والحاضنة على مدرج كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. مالك عليا والتفاصيل. بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الداعمة والحاضنة ودعما لأصحاب المشاريع الابتكارية المتميزة، كرمت وزارة التجارة الداخلية المبدعين الفائزين بالدورة 21 لمعرض الباسل للإبداع والاختراع، وذلك ضمن حفل توزيع للجوائز على مدرج كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. ورغم كل التحديات التي مرت بها سوريا وتمر بها الآن، نحن نعتز بالمبدعين ونتمنى أن يبقى هذا النسيج الإبداعي متعاونا مع النسيج الاجتماعي والنسيج الصناعي والتجاري، ليتحول إلى قيمة فعلية تخرج إلى النور بشكل ملموس. كلياتنا مسؤولين عن إنماء هالأفكار هي الحلوة. يفترض أنه حتى هذا الموضوع ينعرض بمجلس الوزراء ونقول كيف ممكن لحنا نقدم. أنا الحقيقة بمبادرة كتير بسيطة استقبلت الأطفال الصغار اللي هن بالطلائع، وحاولت قدر الإمكان أقول لهم قديش لحنا نفتخر فيهم، بس الافتخار والعواطف كلياتها ما بتكفي. المهم نحنا نعمل كل جهدنا أنه نستثمر هالطاقات ونأسس لثقافة الإبداع والاختراع بطريقة تشمل الشعب السوري. شارك في المعرض 72 مشروعاً توزعت بين 17 مشروعاً للطلائع والشبيبة ومشروعين لذوي الإعاقة وثلاثة مشروعات من العراق، إضافة إلى 50 مشروعاً فردياً. تم منح جوائز بالنسبة للمحاور الستة اللي كانت مشاركة معنا بالمعرض، للأعلى تقييم الجائزة الأولى والثانية والثالثة، هدول لكل محور من المحاور اللي كانت 5 مليون ليرة سورية و4 مليون ليرة سورية و3 مليون ليرة سورية، هدول للأعلى مشاريع حصلوا على أعلى علامات بالتقييم، ومنتمنى لهم عن جد يكون خطوة جديدة معرض الباسل ليبلشوا يسجلوا براءات الاختراع. ونحن طبعا مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وزارتنا رح تقدم كل التسهيلات للمشاركين بمعرض الباسل للإبداع والاختراع. نحن دائما إلى جانب كل الأفكار التي تترجم إلى أرض الواقع، نحن صلة الوصل بين هذه الأفكار وإلى أن نوصلها إلى منتج نهائي أو مستلزمات إنتاج. نحن كغرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف الصناعة السورية داعمين كل الدعم لهذه الشباب وهذه الأفكار التي تنتج عنها اختراعات نحن بحاجة بمس الحاجة إليها، خصوصا في ظل هذا الحصار الجائر على وطننا سوريا. عنوان مشروعي سجار روبوتي فرض صناديق حسب اللون وأرسال البيانات لاسلكيا. مشروعي هو نقل الطاقة لاسلكيا، مروحة وضوء، وفينا نشيل الضوء ونحط شاحن جوال من دون وصل أسلاك وفينا عن بعد. هاي مثل جائزة لجهودي، أنه أنا تعبت وبتمنى أنه يكون مشروعي بصمة سورية الحبيبة ويكون مساعد لذوي الشهداء وجرح الحرب. اختراع البطاقة الصحية الذكية مواطنين في الجمهورية العربية السورية، برنامج كافة العيادات الطبية. وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن معرض الباسل، إضافة إلى فقرات فنية وفلكلورية لفرقتين من منظمة الطلائع واتحاد شبيبة الثورة. بمشاركة 25 طفلا طليعيا رائدا، أقام فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس بالتعاون مع فرع طلائع البعث ملتقى الأدباء الصغار. التفاصيل في هذا التقرير. صباح أدبي زينته قامات أدبية كبيرة مع نجوم أدبية طليعية تلألأت في مجال الثقافة فأبدعت.
بمشاركة 25 طليعيا وطليعية من مختلف الأجناس الأدبية، أقام فرع طلاع البعث بطرطوس وبالتشاركية مع فرع اتحاد الكتاب العرب الملتقى الأدبي ملتقى الأدباء الصغار. ملتقى الأدباء الصغار هو ملتقى يجتمع فيه الأدباء الصغار لعرض نتاجاتهم الأدبية مع أدباء وقامات أدبية كبيرة في طرطوس، ومن ذلك ننمي الطفل المبدع ذو الفكر البناء مما يخلق المواطن الصالح عند هؤلاء الأطفال. هذه التجربة هي استثمار بالإنسان، هي محاولة لبناء الأجيال الجديدة وربطها بالوطن وبالانتماء الصحيح للوطن من خلال تعلقها بلغتها العربية وبالأدب العربي، وبالتالي هم أدباء للمستقبل. هذه التربية تعود علينا وعلى الوطن وعلى البلد بالخير والسعادة. الطفل لدينا أصبح واعيا، يستطيع أن يقدر أن يفهم في الوطن وحب الوطن، وهي مستقبلنا. يعني بدون الأطفال لا يوجد مستقبل. إن صناعة الإنسان هي من أصعب الصناعات، ونحن في سوريا نتجه إلى صناعة البشر قبل الحجر. لذلك هذه البراعم الصغيرة علينا رعايتها جميعا، ونحن نقوم بصقل هذه المواهب كي تنمو وتكون ثمار ناضجة تكون لخير سوريا، سوريا المستقبل. وضم اللقاء أطفال من اختصاصات مكتب الثقافة كالفصاحة والخطابة والحكوات والتعبير الأدبي والشعر والقصة. هذا اللقاء جميل جدا، نمى موهبتي وأعطاني أفكار جميلة، وأعطاني أفكار تدعمني إلى المستقبل كي أكون محطة ثقة عند الأدباء الذين ثقوا بي، وأنا إن شاء الله سوف أكون محطة ثقة لديهم. تعرفت على قامات أدبية من بلدي، ازداد ثقتي بنفسي، تعرفت على تجربتهم في اللغة العربية. أطمح في المستقبل أن أصبح أديبة كبيرة وأشجع الأدباء الصغار ليكبروا ويشهروا بلدي. شجعت حالي واكتسبت ثقة بالنفس. حبيت أني شارك عشان زيد من فعتي وأعرف معلومات جديدة. لقاء محبة يفوح منه عطر ياسمين الشام مع قامات أدبية كبيرة من طرطوس، لينهل الأطفال من تجاربهم القيمة وينهجوا نهجهم منارة علم ومعرفة. للفضائية التربوية السورية، ماهر مرشحة، طرطوس. وفي طرطوس أيضا كرم 36 طالبا من الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار من مختلف الفئات العمرية. التفاصيل في التقرير الآتي. كرمت مديرة التربية بطرطوس الطلاب الفائزين بمسابقة ألوان وأفكار، والتي كان عنوانها لهذا العام المعرفة جسر إلى الخير والسلام، وذلك في صالة عمريت للفنون التشكيلية بطرطوس. حرصنا على تكريم أبنائنا الطلبة تشجيعا لهذه الحالة، وأيضا تحفيزا لهم على الجانب التربوي، الجانب المهاري، الجانب الفني، إضافة إلى الجانب التعليمي. تحدثنا إلى أبنائنا الطلبة وإلى ذويهم أن الجوانب التربوية المهارية وأيضا الاجتماعية لا تقل أهمية عن الجوانب التعليمية، وعن الدور المتكامل للأسرة والمدرسة في بناء شخصية الطالب والمتعلم. مبارك لأبنائنا الطلبة هذا التكريم وأيضا الفوز بهذه المسابقة. حقيقة المسابقة هاي العام حققت الغاية منها، لأنه هالجامعة هي جامعة محبة وجامعة فرح، وبالتالي طلابنا عم يحسوا بالسعادة لهذا التكريم، والحق هو بصمة كثير مضيئة بحياتهم للمستقبل. وبلغ عدد الطلاب الفائزين من محافظة طرطوس لهذا العام 36 طالبا من مختلف الفئات العمرية. ميس سامر رمضان ومعلمتي التي علمتني هذا التخوف، وأشكرها على كل هذا مدرستي وأصدقائي، وأنا مبسوطة كتير بهذا التفوق. أنا محمد سائر سبير، أنا رسمت حلمي أنه صير قبطان، أنه يكون قائد سفينة، وبتشكر وزارة التربية مع مركز بديع جحشاح، وأنا كتير سعيد بالتكريم. فخورة بالمسابقة وبحب أشكر وزارة التربية والأستاذ الفنان التشكيلي بديع جحشاح، وأنا قدمت لوحة الطفل والبط
وأنا بتمنى أصير فنانة تشكيلية بالمستقبل، وبحب أشجع كل شيء كل الأطفال إن هن ينموا موهبتهم. تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الحركة الفنية لأهميتها ودورها البارز في حياة وسلوكيات الإنسان وفي تنمية الذائقة الجمالية لدى الطلاب. للفضائيات التربوية السورية، ماهر مرشحة، طرطوس. نفذ الهلال الأحمر العربي السوري حملة توعية في بلدة عتمان بريف درعا، شملت 1240 طفلا حول مخاطر مخلفات الحرب ضمن مدارس البلدة. وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا أحمد مسالمة أن الهدف من الحملة التخفيف من المخاطر ورفع مستوى الوعي بها لدى الأهالي خاصة الأطفال، كما تضمنت أنشطة ترفيهية هادفة وجلسات توعية حول أنواع المخلفات والألغام والأماكن التي يمكن أن توجد فيها ومخاطرها، إضافة إلى كيفية الحماية منها وآلية الإبلاغ عنها. مشاهدينا، نتابع معا النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. انطلاق فعاليات معرض إعادة إعمار سوريا عمرها 2023 على أرض مدينة المعارض بدمشق. انطلاق معرض المنتجات الريفية في حمص بمشاركة 100 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة. أهلا بكم من جديد. بمشاركة 183 شركة من 14 دولة عربية وأجنبية، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من معرض إعادة إعمار سوريا عمرها 2023 على أرض مدينة المعارض بدمشق. ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل ورشات عمل تركز على التقنيات والتكنولوجيا الجديدة لإعادة الإعمار، وذلك بحضور رجال أعمال وباحثين ومختصين دوليين ومحليين. ويشكل المعرض منصة لرسم ملامح عملية إعادة الإعمار التي انطلقت في سوريا بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، إلى جانب المساهمة في فتح آفاق التعاون والتشبيك بين الشركات المحلية والخارجية والتشجيع على الاستثمار والتعريف بمنتجات ومشاريع الشركات المشاركة من مختلف القطاعات وخاصة الشركات الإنشائية والعمرانية. بمشاركة 100 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة المتعلقة بالتصنيع الغذائي، انطلقت في حمص فعاليات معرض المنتجات الريفية، وذلك في مقهى الروضة بمركز المدينة. ويهدف المعرض الذي تقيمه محافظة حمص على مدى 3 أيام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم مشاريع التصنيع الغذائي الصغيرة المولدة للدخل والتي تنتج مختلف الأصناف الغذائية المصنعة محليا كالألبان ومشتقاتها والمخللات والمربيات والعصائر والحلويات وغيرها. فتح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة باب التعاقد مع الفلاحين لإنتاج بذار القمح والشعير من الحقول الإكثارية للموسم الزراعي المقبل. وأوضح رئيس الفرع المهندس لؤي الحصري أن تقديم الطلبات يبدأ في 2 من تشرين المقبل، مشيرا إلى اشتراط وجود مصدر مائي في الحقول الإكثارية لضمان إنتاج جيد من البذار لقبول الفلاحين المتعاقدين. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير يزن. مساء الخير مجد. شوفي عنا أخبار اليوم الرياضة. أكيد أهم الأخبار المحلية والعالمية، وخصوصا افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بفوز الاتحاد أهلي حلب على جارية الحرية، وفوز الفتوح على حطين في افتتاح مباريات الجولة الأولى أيضا. وأخبار رياضية أخرى نتابعها بعد الفاصل.
مساء الخير. تغلب فريقا الفتوة والاتحاد أهلي حلب على حطين والحرية بالنتيجة ذاتها بهدف مقابل لا شيء في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم. وسجل هدف الفتوة اللاعب أحمد الأشقر عند الدقيقة 9، بينما سجل هدف أهلي حلب فيكتور أباتا في الدقيقة 50. وتستكمل الجولة يوم غد الجمعة، فيلتقي جبلة مع الكرامة والوحدة مع الجيش والوثبة مع الساحل وتشرين مع الطبيعة. وفي إسبانيا استعاد ريال مدريد توازنه بالفوز بهدفين مقابل لا شيء على ضيف لاس بالماس ضمن منافسات الجولة 7 من عمر الدوري الإسباني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو. وسجل ثنائية الريال إبراهيم دياز وخوسيلو في الدقيقة 2 من الوقت الإضافي بالشوط الأول والدقيقة 54، وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 18 نقطة في وصافات الليغا وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا المتصدر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز 17. وفي إنجلترا تمكن نيوكاسل يونايتد من الإطاحة بمانشستر سيتي خارج مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه عليه بهدف مقابل لا شيء في الدوري الثالث. وأحرز ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من اللقاء الذي أقيم على أرض نيوكاسل. واعتمد مدرب السيتي بيب غوارديولا على مجموعة من البدلاء اللاعبين، ويتقدمهم الشاب أوسكار بوب الذي خاض مباراته الرسمية الأولى كأساسيين مع الفريق إلى جانب ريكي لويس وكالفين فيليبس وسيرخيو غوميز. وفي إيطاليا قلب ساسولو الطاولة على مستضيفه الإنتر ميلان في معقله وبين جماهيره ليحول تأخره بهدفين إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإيطالي. وتقدم دينزيل دوميفريس للإنتر بالدقيقة 45، وعادل نديم بايرامي لساسولو النتيجة في الدقيقة 54، قبل أن يسجل زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليلحق ساسولو أول خسارة بالإنتر هذا الموسم. وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإنتر عند 15 نقطة بصدارة الترتيب وبالتساوي مع ميلان، بينما رفع ساسولو رصيده إلى 9 نقاط بالمركز 8. أخيرا توج هيوستن دينامو بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة بعد فوزه على إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد. ولم يشارك ليونيل ميسي نجم الإنتر في المباراة بداعي الإصابة العضلية التي أصابته، والأمر نفسه بالنسبة لزميله جوردي ألبا. وسجل هدفي هيوستن جيرفين درورسي في الدقيقة 24 وأمين باسي في الدقيقة 33، بينما سجل جوزيف مارتينيز هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 2 من الوقت الإضافي بالشوط الثاني. وسبق لميسي أن قاد فريقه إنتر ميامي في آب الفائت إلى تحقيق أول لقب في تاريخه، وهو كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح. مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. عدوا إليك مجد. شكرا يزن على هذه الأخبار الرياضية الممتعة. مشاهدينا، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارعي بور إطلاق القمر الصناعي نور 3 للتصوير إلى الفضاء بنجاح. يذكر أنه ثالث قمر صناعي تطلقه إيران إلى الفضاء بنجاح. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد يشارك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع عمر بن الخطاب باللاذقية. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكرم الفائزين في معرض الباسل للإبداع والاختراع.
الهلال الأحمر العربي السوري ينفذ حملات توعية للأطفال بمخلفات الحرب المنتشرة بريف درعا. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا. لمزيدا من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.